السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها المستثمرون العرب في بلدنا تركيا. إخواني الكرام، في الفترة الأخيرة نسمع الكثير من الأخوة المستثمرون أو من الأخوة المستثمرين عن قلقهم خوفهم من الاستثمار في تركيا بسبب أن بعض المستثمرين أو هناك عدد غير بسيط من المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار في تركيا من الإخوة العرب المتواجدين والأجانب المتواجدين في دول الخارج خصوصا في الدول العربية. الكثير قلقون من قد أن يكون الوضع خطير في حال تغير هناك أي نظام حكومي في تركيا، وأنه قد يهدد مصالحهم ومشاريعهم الاستثمارية في حال أنهم استثمروا في تركيا أو أقاموا بعض المشاريع أو تملكوا في تركيا أو أقاموا مصالحا في داخل الأراضي التركية. إخواني الكرام، يجب أن تعلموا أن في تركيا النظام يختلف كليا عما يدور في الدول العربية خصوصا في سوريا ومصر ودول أخرى غيرها. إخواني الكرام، في تركيا بغض النظر عن الخلافات والمعارضة والأحزاب المتنازعة فيما بينها باختلاف الآراء ووجود الإعلام المدخن لبعض الأوضاع وليس كما هو في الحقيقة على أرض الواقع، فلتعلموا أن ما يدور في الإعلام وما ينشره الإعلام العربي والأجنبي عما يدور في تركيا ليس له غالبيا بغالب الأحيان أي علاقة وأي صدق بما يجري على أرض الواقع. أنا أعيش في تركيا منذ 15 عاما، وقبلي هناك من هم من البلقان ومن هم من الأفغان ومنهم من هاجروا منذ عصور من أيام المعارك والمذابح التي كانت في البلقان. ولتعلموا أيضا أن مهاجري البلقان الذين سكنوا في ولاية بورصة وبالكسير ومناطق كثيرة في تركيا حتى من الداغستان والشركس والقوقاز الذين هاجروا إلى مناطق كهرمان مرعش ومناطق محيطة فيها كثيرة ما زالوا حتى الآن مقيمون في تركيا، ومنهم وغيرهم من الأفغان وغيرهم حتى من إخواننا العراقيين الذين هاجروا من أرض العراق قبل أحداث سوريا وما زالوا مقيمين، وهناك من أتوا من قبل عهد الحكومة الحالية حكومة أردوغان. في تركيا لا أحد يتعدى على أحد، ولا يوجد هناك سلطنة أو قوة فرد تفرض على الناس والأجانب في تركيا، بل هناك الدولة التركية قامت بواجبها بإعطاء الكثير من الأملاك والكثير منهم تملكوا، ولكن إخواننا السوريين لم يتملكوا عندما أتوا إلى تركيا بسبب اتفاقية بين سوريا وتركيا بعدم حصول الأتراك على أملاكهم في ما سبق. كان اتفاق بين النظام السوري والحكومة التركية مسبقا على عدم تملك الأتراك في سوريا وعدم تملك السوريين في تركيا. بناء على هذا القانون لم يتملك السوريين ولم يسمح للسوريين التملك في تركيا، لكن الأجانب لهم مصالح كثيرة في تركيا. من البلقانيين تجدون الكثير، ومن الأذربيجانيين ومن الإيرانيين ومن غيرهم وغيرهم. فهناك غالبية البلقانيين الذين هاجروا إلى ولاية أدرنة وتكردار وبورصة خصوصا منطقة كاتسال ومنطقة باليكسير وغيرها وغيرها. الكثير من هذه المناطق يقتلها البلقانيين الذين أعطتهم تركيا أراضي وأعطتهم أملاك وتملكوا في هذه المناطق وبقوا هناك عصور وسنين من جد إلى أب إلى حفيد وهكذا. فاعلم أيها المستثمر، اعلم أيها الأجنبي، أنك عندما تستثمر في تركيا لك مصالح ولك أملاك ولك حقوق ولك مشاريعك لا أحد يتعدى عليها، سواء كان هناك حزب الشعب الديمقراطي أو حزب الشعب الجمهوري أو الحزب القومي أو غيره وغيره. هنا دولة حقوقية، يوجد حقوق ولا أحد يتعدى على حقوقك. فاعلم أن تركيا من أكثر دول العالم أمانا، وأنا كوني أصلا فلسطيني الأصل عشت وخالطت الأتراك كثيرا ولي تجربة في ذلك. إخوتي الكرام، هنا دولة آمنة، هنا دولة حرة، كل شخص حر برأيه، حر بملكه، حر بأمنه، حر بأمانه.
لا أحد يتعدى على أحد، كل له حقوقه وكل له أملاكه وكل له مشاريعه. أنصحكم من الآن وإلى المستقبل أن لا ترجحوا أي دولة وأي مكان وأي بلد عن تركيا، لأن الرابح في الأخير هو أنتم. أنتم تستفيدون الخبرة وتستفيدون من هذه الفترة الزمنية لمستقبلكم ومستقبل أولادكم. فتركيا اليوم هي بلد مصلحة لكم قبل غيركم، فليس هي المجال إلا لكم حتى تستفيدوا لمستقبل، أن يستفيدوا أبناءكم وأحفادكم قد عندما تعود إلى بلادنا إن شاء الله في مصر وسوريا وغيرها من البلدان العربية، قد تقيموا من هذه الخبرة مشاريع كثيرة لم تتوقعوا أن تستطيعوا إقامتها. فاستغلوا الخبرة واستغلوا المجال، فهذه الفرص لن تكون لكم في أوروبا. ولا تتعجلوا ولا تقعوا بالفخ، فإن أوروبا فخ كبير لكم. نصيحة أخ لكم، استغلوا الفرصة في تركيا، فهي باب مفتوح لكم للاستثمار والعمل والاستفادة من الخبرة. ونحن هنا في هذا المكتب في شركة أيان العقارية مستعدون دائما لتوفير لكم كل النصائح وكل المعلومات وكل المصادر من أجل إنجاح مشاريعكم. نحن بخدمتكم في أي وقت، نحن لا نريد منكم إلا أن تنجحوا وتقيموا مشاريعكم بنجاح. نحن كنا هنا في جميع الكوادر وجميع المجالات في التجارة والعقار والإجراءات القانونية وغيرها من المجالات. نحن مستعدون لتوفير كل شيء والوقوف بجانبكم حتى آخر لحظة لإنجاح مشاريعكم. أهلا بكم وسهلا في تركيا بلدكم.